كيف احوالك؟ كويس؟ امورك كيف؟ ان شاء الله تمام كده. عالم الشارع شويه الاحوال شنو؟ كله تمام. احنا لو لقينا لنا كراسي قعدنا فيها. انت طبعا من سكان توتي صح؟ اي يعني بتعرف الحته دي كويس. اي والله كويس. طيب بس كده عرفنا بقى. والله انا اسمي صلاح حسن عبد الحمد. انت بيتك قريب من هنا ولا بعيد؟ والله بعيد. طيب لك من يكون قريب مع الفيضانات دي بتبقى مشكلة. والله ما والله بيجينا لغاية السورة المويه لما يجي للبحر، لكن لقيته ربنا طبعا هو اللي بيحمي الناس وهو الشايف يعني. أكيد ونعم بالله. متزوج من توتي؟ لا. من وين؟ من حلفة. كويس ما شاء الله خليط ممتاز. عندك أولاد؟ والله يا أخي بنتي واحدة بس. بنت واحدة؟ ما شاء الله ربنا يحفظها ويخليها لك. الله يخليكي. عمرها كم؟ والله عمرها زي كم 20 سنة. ما شاء الله ربنا يحفظها إن شاء الله وتشوف أولادها. الله يخليك إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. طبعا توتي دي زي ما قلت لك ما قعدنا جا طوالي، بنجي زيارات بنجي نشتغل فيها شغل. الشغل في توتي دايما جميل وممتع. والله اشتغلت فيها حاجة توتي دي؟ والله ما اشتغلت فيها، لكن اشتغلت انا في وقاية النباتات في حلفة الجليلية ونزلت المعاش، لكن هنا هو قاعد انا اختي واولاد اختي. يعني قعدت في حلفة؟ اي حلفة. اتولدت في حلفة. ما شاء الله. من حلفة جيت هنا توتي؟ من حلفة جيت لتوتي. جيت حلفة قريب؟ والله ما خالص يعني قبل 10 سنة كده. بترطل؟ لا لا رطل. ليه؟ والله يا أخي ما بتكين ما بترطل ولا ما بتفهم ولا بترطل؟ والله بفهم لكن ما بقدر أرد عليها. نحن طبعا لا بنفهم لا بنعرف نرد عليها. الله هاي والله من حي احبابنا في حلفة كلهم نقول لهم رمضان كريم. نحن يا ابوي قبل ما نجي توتي عايزين بس كنا نمر كذا مرور الكرام على الناس ونتونس معاهم ونشوف الخير اللي في البلد والناس بتساعد بعض والناس بتلاقي بعض وغيره. انت رايك شنو في الكلام ده؟ شايف لسه الناس بخير؟ لسه الناس بتساعد بعض؟ لسه الناس بتكبر الخواطر؟ اي ناس يعني مجتمعك مجتمع يعني متسامح ومجتمع متكافل وبيساعدوا بعض يعني ناس كده أسرة واحدة. انت ابوي درس لحد الجامعة؟ قريت لغاية الثانوي العالي وبعد ذاك مشيت محد شنبات ومشيت جامعة الجزيرة. ما شاء الله. وكله في كلية الزراعة. ما شاء الله. طيب الزراعة دي ما فكرت نهاية كده تبدأ شغل فيها تمشي تشوف الحاصل عليها شنو؟ زي ما عارف مع السودان ده خير في الزراعة كتير. والله بس يعني اللي بوقفنا من الحتة دي الإمكانيات، فلو في إمكانيات الواحد بيتحرك في مجاله ذاته، المجال اللي كنا فيه نحن وقاية النباتات، وده مجال طبعا داير معدات وداير مبيدات وداير أيدي عاملة بس يعني جاي. طيب ناقصك شنو يا أبوي عشان تقدر تشتغل في مجالك اللي أنت درسته من ثانوية لمعاهد لجامعة؟ والله الإمكانيات طبعا يعني في المعاش، والمعاش يعني بسيط كله 3 مليون ولا 4 مليون. 3 مليون 4 مليون دي بتعمل حاجة؟ والله ما بتسوي أي حاجة. زي ما بقول والله كريم. أكيد ونعم بالله ربنا كريم وربنا يجبر بخاطرك ويديك الصحة والعافية والإمكانيات إن شاء الله عشان تقدر تشتغل في مجالك. والبلد دي ذاتها يعني محتاجة لناس خبرات في الزراعة وغاية النباتات وغيره إن شاء الله. الله يبارك فيك. الله احنا عندنا مسابقة صغيرة يا ابوي، انت عينك دي فيها حاجة ولا عشان الهواء؟ لا الهواء بس ما في. ربنا يحميك ان شاء الله يا رب.
عندنا مسابقة صغيرونة كذا نسأل للناس، هل بجاوب لنا صح بيكون عنده جائزة. الجائزة دي عبارة عن مبلغ مالي. هاي حابين نسألك في مجال معين ولا نسألك في حاجة؟ والله يعني اللي كده اللي بتشوفه انتو. أنا طيب من بسأل سؤال بكون أنا عارفة إجابته، لكن هسه حاليا أنا دايرة أسألك سؤال عشان أنا عارف إجابته، ما إنك أنت زول يعني قريت وتعلمت في مجال النباتات. أديني زي 3 أو 4 نباتات بينفع زراعتها في السودان. والله طبعا القطن والقمح والفول السوداني دي لو اشتغلنا عليهم صح البلد دي بتمشي لقدام واقتصادها بيكون كويس. يعني 3 محاصيل مرتية دي. طيب لو قلنا لك في ناس كتار بيكونوا برضو درسوا ويتعلموا في مجال الزراعة دهم ما لاقين إمكانيات، بتقول لهم شنو من خلال شاشة البلد دي يعني، وبتقول للناس ذات المهتمين بالزراعة سواء وزير الزراعة والاستثمار الزراعي وغير؟ والله يا أخي أنا بتمنى يعني من المسؤولين، من مثلا وزير الزراعة مثلا أو والي الولاية المعتمد مثلا ديل يعني يسهلوا ويحفزوا الناس عشان يزرعوا إن شاء الله ربنا يهون. أنت قبل شوية جاوبت لنا إجابة صح، إحنا عندنا جائزة عبارة عن مبلغ مالي مقدمة من قناة البلد، بنقول لك تفضل. طيب أشكركم جزيلا وربنا يخليكم لعمل الخير إن شاء الله. وأخيرا أشكركم تاني، السلام عليكم. والدنيا لسه بخير. والدنيا لسه بخير لسه في العمر باقي. الله يخليكم. الله. طيب مع السلامة إن شاء الله. شكرا لك يا أبو. يلا مع السلامة.